مستمرين معكم يا محترمين. نوفمبر 2017 بيبر 6 فاريانت 1 بيقول the student measures the weight P of the load P using a force meter. Figure 4.2 shows the force meter. هو عايز يوزن اللود P بس المرة دي استخدم spring balance أو force meter. القراية دي كام؟ بصوا يا جماعة دي واحد ودي اتنين. إذن دي هتبقى 1.2 ودي هتبقى 1.4 ودي هتبقى 1.6 ودي كده 1.8. إذن هنا يا جماعة دي هتبقى 1.9 إن هي ما بين. إذن هتبقى 1.9 نيوتن. السؤال اللي بعده هنا يا جماعه بيقول لي the student has carried out the experiment with care and x and is expecting the two values of p and c and d to be the same. Suggest two reasons why the values of p may be different. تعالوا يا جماعه بس نشوف. هو الراجل عمل اكسبيرمنت دلوقتي. هو الراجل هدفه يجيب وزن p, load p, تمام. ده load p, تمام. ف مره حاول يجيبه بالبالانسنج اكسبيرمنت ومره حاول يجيبه بالسبرينج بالانس, وكان متوقع ان هي تبقى ذا سيم, بس الحقيقه لقى ان نتيجه الاكسبيرمنت دي غير نتيجه الاكسبيرمنت بتاعه البالانسنج اللي احنا حلينا عليها الاسئله اللي فاتت. فهو بيقول لي ليه ممكن يكونوا مختلفين. طبعا لازم اقول له صعوبات في الاكسبيرمنت ادت الى بعض الايرورز, يا اما في الاكسبيرمنت بتاعه السبرينج بالانس او الفورس ميتر, يا اما الاكسبيرمنت بتاعه البالانسنج اللي هي بتاعه المسطره. بصوا يا جماعه خلينا نمسك الاكسبيرمنت دي الاول. طبعا في شويه صعوبات كتير في الاكسبيرمنت دي. اولا الاكسبيرمنت دي معتمد على البالانسنج, يعني لازم المسطره تكون بالانس قوي, والحقيقه انت زي ما انت شايف مش هتقدر تحصل على البالانسنج بالظبط. لازم المسطره هتلاقيها مايله شويه الناحيه دي, دي هتلاقيها مايله شويه الناحيه دي. فبنقوله من الصعوبات بيقول difficult to achieve perfect balance by the ruler. طبعا ده بيؤدي الى شيء من الايرور. ايه كمان يا جماعه؟ اللود اللي هو اللود بي لو تفتكروا بيبقى مغطي على المسطره, ما هو محطوط فوق المسطره, ولانه مغطي مع المسطره زي ما انتم شايفين ازاي مغطي على القراءات, فانا مش شايف اي حاجه, تمام. فطبعا بتحتاج شيء من التخمين او شيء من الدقه في ان انا احسب هو نص اللود بالظبط فوق مين, يعني ما هو متغطي, انا مش شايف مين اللي تحت بي, البي ده عند فين بالظبط, عن عندي قرايه بالظبط. فطبعا ده بيؤدي الى شيء من الايرور. بيقول لي the load obscures, يعني بيغطي او مكفر يعني the scale so difficult to judge the position of the center of the load, تمام. ايه كمان؟ اثناء هذه الاكسبيرمنت يا جماعه المسطره ممكن تتزحلق من حضرتك, كمان اللود ممكن يتزحلق مش بس كده. فدي برضو من ضمن الصعوبات او الاشياء اللي قد تؤدي الى حد ما الى شيء من الايرور. طب الراجل هنا كاتب, يعني احنا كاتبين هنا difficult to achieve perfect balance by the ruler, وكاتبين force meter may not be adjusted to zero. ما هو انت ممكن تقول واحده بخصوص الاكسبيرمنت الاولانيه بتاعه البالانس والاكسبيرمنت الثانيه بتاعه الايه الفورس ميتر. فمن ضمن الحاجات اللي في الفورس ميتر ان هو ممكن يكون مش متظبط على الزيرو كويس قبل ما تبدا الاكسبيرمنت. ده المارك سكيم بتاعي. difficulty in obtaining balance قلناها, difficulty in judging the load center of the load, loads may slide. طب ده بالنسبه للاكسبيرمنت الاولاني. طب بالنسبه للاكسبيرمنت الثانيه بتاعه الفورس ميتر, قال لك والله ممكن الفورس ميتر بتاعك ما يكونش سنسيتيف قوي, والله ممكن ما تكونش مظبطه على الزيرو ايرور. فده كله حاجات ممكن تؤدي الى ايرور في احد الاكسبيرمنتين, فبالتالي الفاليوز اوف بي في التو اكسبيرمنتس هتبقى ديفرنت زي ما حضراتكم شايفين.